ضربات جوية قرب إدلب تسفر عن مقتل جنديين تركيين، والأمم المتحدة تدعو أنقرة لاستقبال مزيد من اللاجئين من سوريا. مصر تشيد جدارا خرسانيا على الحدود مع قطاع غزة، وحماس تؤكد أنه ضمن التفاهمات بين الجانبين. متظاهرو العراق يجددون رفضهم لعلاوي، وكتل برلمانية تؤكد الاتفاق على منحه الثقة. وتشاهدون في النشرة أيضا مقتل 9 أشخاص في هجومين على يد يميني متطرف في ألمانيا، وميركل تؤكد أن المنفذ له دوافع عنصرية. وفي الجزائر إرجاء لقاء الحراك اليوم لعدم الحصول على إذن، وعبد المجيد تبون يقول إن الحراك الشعبي حصل على ما يريده. واليابان تعلن وفاة 2 بفيروس كورونا وإصابة مسؤولين من الحكومة، وعدد الإصابات يتراجع في الصين. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. قال مسؤول تركي إن أنقرة وموسكو تبحثان تسيير دوريات مشتركة كوسيلة للتوصل إلى اتفاق من أجل وقف القتال ووقف نزوح المدنيين في منطقة إدلب السورية، وذلك بعد يوم من تهديد أنقرة بعمل عسكري لدحر قوات الحكومة. وفشلت تركيا وروسيا اللتان تدعمان أطراف المتحاربة في الحرب المستمرة منذ 9 أعوام في التوصل إلى اتفاق بعد جولتي محادثات في الأسبوعين الأخيرين. تصعيد متنامٍ وأحداث متلاحقة يشهدها شمال غربي سوريا تنذر بمواجهة مباشرة وشاملة بين تركيا من ناحية والجيش الحكومي السوري وربما روسيا من ناحية ثانية. وإن حاولت أنقرة وموسكو تجنبها عبر مباحثات لم تثمر عن أي نتائج. كان هناك تقارب في وجهات النظر خلال اللقاءات، لكنها لم ترتقي للمستوى المطلوب. المباحثات ستستمر. قد يكون هناك اجتماع على مستوى الرؤساء إن تطلب الأمر، كما اتفق الزعيمان أردوغان وبوتين عبر الهاتف. أطلقت أنقرة عملية محدودة باتجاه بلدة النير بشرق مدينة إدلب، دافعة بعناصر عسكرية ودبابات وراجمات صواريخ، تركز عملها على توفير الغطاء لفصائل المعارضة المسلحة باستهدافها مواقع الجيش الحكومي السوري، مؤكدة أنها قتلت العشرات منها. تقول تركيا أنها تريد أن يعود الجيش السوري أدراجه بعيدا عن نقاط مراقبتها في إدلب احتراما لاتفاق سوتشي. روسيا من جهتها طلبت تركيا بوقف دعم الجهاديين كهيئة تحرير الشام وأجناد القوقاز، متهمة إياها بتوفير الأسلحة الثقيلة والمركبات لهم، وقصفت بطائراتها أرتالا عسكرية تابعة لهذه الجماعات. أما مدنيو إدلب فهم الدافعون الرئيسيون لثمن الحرب. الثمن هو الموت أو النزوح هربا منه. دي بنت اسمها ايناس عمرها 10 سنين، الله وكيلك انها تشعت هاتشي نركزها ما تركزها ما تسمع صوت الطيارة أو غليفة أو قطع غلبة اسمع. قرابة 1 مليون فروا جراء الأحداث الأخيرة، من بينهم 170,000 في العراء يحرقون ثيابهم ومفروشاتهم بغرض التدفئة وفق ما أكدت الأمم المتحدة. ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحكام قبضتها على منابع النفط والغاز في الشرق السوري، وأضافت أنه يتم التعامل على ربط تلك المنابع من خلال إقامة سلسلة من القواعد ونقاط الانتشار الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن أيضا تعرقل إطلاق أي حوار بين الدولة والأكراد برعاية من موسكو. وعلمت الصحيفة أن القوات الأمريكية تقوم بنقل آلياتها بشكل يومي بين ريفي الحسكة ودير الزور بتغطية من طيرانها الحربي، وأيضا عن طريق نقل معدات من الشمال العراقي باتجاه الأراضي السورية. من الشأن السوري وإلى الشأن الليبي، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن الضمانات التركية بشأن ليبيا تتوقف على احترام الهدنة بين الطرفين المتحاربين، كما وأضاف أن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ينتهك وقف إطلاق النار، فيما قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار.
الأمم المتحدة تعلن استئناف المفاوضات العسكرية للجنة المشتركة حول ليبيا غداة إعلان السراج تعليق مشاركة حكومة الوفاق في محادثات اللجنة على خلفية عملية قصف ميناء طرابلس، كما وأعلن السراج عن استيائه من المجتمع الدولي ويرمي البيانات بعرض الحائط ردا على إصرارهم إشراك خليفة حفتر بالمباحثات الدولية والإقليمية لحل الصراع بينهما. استمرار الاعتداء طيلة 10 أشهر، للأسف المجتمع الدولي ما زال يحاول استرضاع الطرف الآخر ويحاول يعني يتعامل معه كأمر واقع، وهذا أعطاه كأنه موافقة ضمنية على ما يقوم بها وعلى الاستمرار فيما يقوم به. تصريح السراج جاء خلال زيارته إلى ميناء طرابلس الذي تم استهدافه قبل يومين بالصواريخ. استهدفت مرافق ومنشآت والرصيف الداخلي للميناء من قبل قوات حفتر دون تسجيل إصابات، وقوات الأول تعلن مقتل 25 مسلحا على الأقل وأسرى آخرين من قوات حفتر جنوب العاصمة. الخلاف بين الأطراف الليبية مماثل لما يدور بين الدول الكبرى الداعمة لكل من طرفي النزاع الليبي، فتركيا تتهم الرئيس الفرنسي بإفشال جهود السلام في ليبيا بعدما اتهم الرئيس الفرنسي إرسال الأتراك مقاتلين وأسلحة لطرابلس، وموسكو تدعو الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التنسيق لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، خطوة روسية تشير لربما إلى فض الشراكة مع أنقرة، خاصة وأن الرئيس التركي هاجم الاتحاد الأوروبي لاتخاذه قرارات تتعلق بليبيا. هذا وقالت السلطات الإيطالية قبطان سفينة شحن تبحر تحت علم لبنان بتهمة تهريب أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ليبيا في مخالفة لحظر أممي. وأكد المدعي الإيطالي فرانشيسكو بينتو أن التحقيق جار مع قبطان السفينة استنادا إلى الإفادات التي أدلى بها رجل لبناني من أفراد طاقمها لدى وصولها إلى ميناء جنوى الإيطالي في 2 فبراير الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيحيي خطة لبناء نحو 3000 منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعليا بعد معارضة المجتمع الدولي. وتعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار خطة السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون. أعلن اليوم عن إقامة حي هارخوما حيث سنقيم فيه 2200 وحدة سكنية من أجل إسكان حوالي 12,000 شخص إضافي ليبلغ عدد سكان هارخوما قرابة 50,000 نسمة، أي ما يعادل مجموع سكان مدينة متوسطة الحجم في إسرائيل فقط في هذا الحي هنا. وقد أنجزنا ذلك رغم اعتراضات دولية شديدة إذ تخطينا كافة العقبات لننجز هذا المشروع، فشاهدوا الإنجازات التي حققناها في القدس. باشرت السلطات المصرية بتشييد جدار إسمنتي بارتفاع 5 أمتار على حدودها مع غزة سيمتد على طول يتعدى 13 كيلومترا. وقالت تقارير في غزة أن ما يقوم به الجانب المصري ينسجم مع التفاهمات الأمنية بين الجانبين. جدار إسمنتي جديد على الحدود بين مصر وقطاع غزة بدأت السلطات المصرية بتشييده أواخر الشهر الماضي على طول 13 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم حتى شاطئ البحر في رفح. جدار ارتفاعه 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحتها يبنى على بعد 10 أمتار من جدار آخر أنشأته مصر عام 2008، وفي وقت لم يصدر فيه الجانب المصري أي إعلان رسمي بشأن الجدار، صرحت مصادر أمنية تابعة لحركة حماس بأن بناءه ينسجم مع التفاهمات الأمنية بينها وبين مصر لضبط الحدود. فيأتي هذا البناء عقب إعلان الجيش المصري العثور على نفق يربط قطاع غزة بمدينة رفح المصرية بطول يقارب 3 كيلومترات. فيما أكدت حماس حماية الأجهزة الأمنية في غزة كامل الحدود وضبطها. لا تعارض بين موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والتسهيلات التي يتم التفاهم عليها بين حركة حماس والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والجانب المصري الذي تمثل المخابرات المصرية، وبين أي احتياجات يتم تعزيزها الاحتياجات الأمنية التي يتم تعزيزها على الشريط الحدودي.
يعتبر بناء الجدار خطوة جديدة لسلسلة مشاريع مصرية تهدف لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة، فبينما تصف التقارير عملية إنشائه بالسريعة، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية إنهاءه بحلول نهاية عام 2020، مشيرة لاحتمال دمج الجزء الغربي للجدار مع منظومة أنشأتها إسرائيل في البحر المتوسط شمال القطاع لمنع تسلل الغواصين من غزة للمستوطنات الإسرائيلية القريبة. حول هذا الجدار الذي تبنيه مصر على الحدود مع قطاع غزة ينضم إلينا الصحفي محمد رشيد من القطاع. محمد أهلا بك. إذا لماذا تبني مصر جدارا خرسانيا على الحدود مع قطاع غزة؟ نعم مساء الخير لك محمد ولمشاهديك الكرام. يعني هذه ليست أو هذا ليس الجدار الأول منذ اللحظة الأولى التي انسحبت فيها إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة، وفي عام 2008 أو إسرائيل بنت جدارا يعني مكون من ألواح حديدية صلبة ولكن تم تفجيره على يد الفصائل العسكرية في قطاع غزة في عام 2008، ومن ثم دخلت الجماهير أو دخلت الغزيين إلى الأراضي المصرية للتزود بالماء والوقود والأغذية وغيرها من هذا الأمور، وهذا ما سمحت به مصر. وبعد ذلك وجود أيضا مصر بنت جدارا مكون أو ما يسمى بحجار الزلط على طول الحدود، ولكن هذا الجدار قصير يسمح بتسلقه. ومن ثم أيضا على الجهة الفلسطينية كان هناك سياج فاصل مكون من أسلاك شائكة، ولكن هذه المرة بعد أيضا قامت السلطات المصرية أيضا ب يعني بمنطقة واسعة، فضت يعني بمعنى أفرغت منطقة واسعة على مساحة كيلومتر داخل الأراضي المصرية بشكل تام، حتى يتم العثور على كل الأنفاق التي تتوغل داخل الأراضي المصرية وعمليات التهريب سواء أسلحة وغيرها من هذه الأمور. هذه المرة بنت هذا الجدار يوازي الجدار الموجود على الحدود الشرقية لقطاع غزة. نعم محمد، هنا هذا السؤال، هل يأتي هذا الجدار فعلا ضمن تفاهمات بين حماس ومصر، لا سيما وأنه سيلتقي أيضا مع جدار آخر إسرائيلي كما تقول بعض المصادر الإسرائيلية؟ بكل تأكيد هو سيلتقي من الناحية الجنوبية مع الجدار الذي تبنيه إسرائيل، وبنفس الآلية وبنفس النوعية التي تبنى أو تبني بها إسرائيل هذا الجدار، على طول 6 أمتار فوق الأرض وتحت الأرض بطول 5 أمتار، بجدار أسمنتي أملس لا يصعب تسلقه بشكل أو بآخر وبارتفاع أو بطول مرتفع. هذا الأمر ربما يشكل وباعتقاد الكثيرين وخاصة المختصين في قطاع غزة بأن هكذا اكتمل السجن باعتبار العدو من خلفكم والبحر من أمامكم. بعض التوقعات تقول أو بعض التحليلات تقول أن هذا الأمر جاء تخوفا من الانفجار الكبير وللمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها مصر على أمنها القومي بما يخص عمليات التهريب وعمليات دخول مسلحين أو هروب مسلحين من سيناء إلى غزة والعكس تماما. أعتقد هذه الخطوة جاءت أيضا بعد خطوات من ما قام به الجيش المصري من ضخ مياه عادمة داخل الأنفاق التي كانت موجودة ما بين غزة ومصر، وأيضا بالإضافة إلى ذلك كان من المقترح أن يتم إنشاء ما قبل هذا الجدار. نعم. يعني باعتبار قناة مائية طويلة بعمق يزيد عن 15 كيلومترا، ولكن هذا الأمر لاقى اعتراضا كبيرا باعتباره يؤثر على المياه الجوفية. على أي حال هذا الأمر جاء بالتنسيق مع الوفد الأمن المصري وبتفاهمات أمنية كما تحدثت حماس في هذا الأمر. الزيارة الأخيرة قبل أسبوعين كانت الوفد الأمن المصري الذي قام بأول زيارة له إلى قطاع غزة بتفقد الجدار الموجود داخل الحدود الشرقية وأيضا لبعض لرسم الحدود داخل الجهة أيضا الفاصلة بين غزة ومصر بخصوص هذا الجدار. حتى هذه اللحظة من 13 كيلومتر تم إنجاز كيلومترين والأمور تمشي أو تسير بوتيرة متسارعة. نعم. لإتمام إنجاز هذا الأمر حتى تصل الأمور إلى معمق تقريبا 2 كيلو داخل بحر قطاع غزة وأيضا البحر الفاصل. نعم ما بين محمد. أو الحدود ما بين غزة ومصر. أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد رشيد، كنت معنا من قطاع غزة. وإلى شأن ذي صلة، حيث قال رئيس حزب ميرس المتحالف مع جيشر والعمل نيتسن هوروفيتش في مقابلة حصرية لتلفزيون اي 24 نيوز، قال أن وجود شريك في عملية السلام منوط بالجلوس معا على طاولة المفاوضات وأيضا بالتوصل إلى حل يرضي الجانبين.
القيادة الفلسطينية متحمسة بشأن تجديد عملية السلام مع وجود خلافات بيننا، لكن الطريقة الصحيحة لتسوياتها هي الجلوس معا على نفس الطاولة وإلقاء نظرة على الخرائط والتوصل إلى اتفاق يرضي الجانبين. بالطبع عندما تفرض عليهم فكرة ضم جميع المستوطنات بلا استثناء فسيرفضونها بدون نقاش، بينما إذا تعاملت مع الطرف الآخر بشكل عادل وحوار مفتوح فأنني أعتقد حقا أننا سنحصل على شيء. كما وحذر هورفيش من مغبة قرار ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب، ما من شأنه تقويض العلاقات الاستراتيجية مع المملكة الأردنية. إذا نجحنا في تشكيل حكومة مع زعيم تحالف كحول لافان بني جانس فسنستمله إلى نهجنا وهو المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين وتفادي قرار الضم الأحادي الجانب. من الواضح أن مشروع الضم أحادي الجانب لغور الأردن سيدمر علاقاتنا مع الأردن، وهذا ما أوضحه الأردنيون سابقا. علاقاتنا مع الأردن مهمة جدا إذ أنه حليف استراتيجي لإسرائيل. في سياق الانتخابات الإسرائيلية أيضا أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة I24 نيوز أن 50% من الإسرائيليين المستطلع آرائهم أبدوا رغبتهم في مشاركة المتنافسين على رئاسة الوزراء في مناظرة تلفزيونية، فيما أبدى 13% منهم رفضهم لهكذا مناظرة. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في بلاده، وذلك من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو بأي أعمال أخرى. كما والتقى وفد من صندوق النقد الدولي مسؤولين لبنانيين في أول اجتماع لبحث طلب الحكومة تقديم مساعدة تقنية للبنان والذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ويشهد لبنان منذ أشهر انهيارا اقتصاديا متسارعا مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، كما وتنتظر البلاد استحقاقات مهمة أو على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل. وقد بدأ اليوم مسؤولون من صندوق النقد الدولي زيارتهم للبنان بناء على طلب لبنان، واجتمعت بالوفد صباحا استنادا لكلمة دولة الرئيس وأطلقنا الورشة، وإن شاء الله نتوصل إلى النتائج التي تريح البلد على كل المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. في العراق شهدت ساحات التظاهر في المحافظات المنتفضة تظاهرات ليلية حاشدة جددت رفضها تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة، فيما أكدت كتل داعمة له أو الاتفاق على تمرير حكومته الأسبوع المقبل. في الأثناء تؤكد الكتل الداعمة لعلاوي أنه حصل على أصوات عدد كبير من البرلمانيين ما يؤهل حكومته لنيل الثقة. تفقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي قوات بلاده في السعودية بعد محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في أعقاب وصوله إلى الرياض في زيارة تمحورت حول سبل مواجهة إيران. وبدأت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب المملكة العام الماضي في أعقاب سلسلة من الهجمات في الخليج اتهمت واشنطن والرياض إيران بالوقوف وراءها. دعت السلطات الإيرانية الشعب إلى المشاركة القصوى في الانتخابات التشريعية التي تقام يوم غد، وتترقب السلطات في إيران العد التنازلي لبدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بخوف وقلق شديدين، وذلك في ظل غليان الشارع الإيراني نظرا لتردي أوضاعه المعيشية. صمت انتخابي في اليوم الأخير يفصل إيران عن منافسة انتخابية محتدمة بعد حظر للحملات الدعائية المستمرة منذ أسبوع وفقاً للقانون الإيراني. ففي وقت يدعو فيه المرشد الأعلى علي خامنئي مواطنيه للإقبال لصناديق الاقتراع، لا تزال السلطات تؤكد مشاركة ضئيلة في عملية التصويت تصل نحو 24% في طهران وسط دعوات للمقاطعة. في الوقت الراهن نحن نقوم بحملات نطلب فيها من الناس عدم التصويت، فلسوء الحظ نتائج صناديق الاقتراع سوف تؤول لمواجهة بين المحافظين والمحافظين المتشددين. نحن بين خيارين أحلاهما مر. وبعد فرض مجلس صيانة الدستور حظرا لمرشحين معظمهم من الإصلاحيين،
رجحت مؤشرات حسم الانتخابات بفوز المحافظين أصحاب أهم مؤسسات البلاد. تلا ذلك إعلان المحافظين التوحد في قائمة مشتركة، ما علق بشأنه الإصلاحيون مؤكدين بأن فوز المحافظين لن يتحقق إلا في حال بقيت المشاركة الشعبية متدنية. انتخابات تعتبر الأهم في تاريخ إيران في غضون الأزمة الاقتصادية على إثر العقوبات الأمريكية، فتصاعد فيه المخاوف من اشتعال الجبهة مع الولايات المتحدة بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارات أمريكية، ما أشار إليه المرشد الأعلى داعياً لإحباط النوايا الصهيونية والأمريكية الشريرة في إثارة الفتنة بين الشعب والدولة حسب وصفه. حول هذا الموضوع انضم إلينا دافيد عباسي المعارض الإيراني. سيد دافيد أهلا بك. عشية الانتخابات، هل يحكم المحافظون قبضاتهم على البرلمان الإيراني؟ طبعا مساء الخير أستاذ سياد. تعرف معنا قبل يومين من الانتخابات أعلن المحافظون قائمتين، قائمة الثورة والثاني جبهة الصمود، لكن بارها في ليلة الماضية أعلن التوصيل إلى قائمة الوحدة وحدوية وقائمة واحدة بزعامة محمد باقر قاليباف. لكن من هذا الجهة الإصلاحيون الآن عندهم 4 قوائم، لكن المحافظون وقائمة واحدة، فلذلك وخرجوا من بينهم سيد حميد الرسائي وكان رجل الدين متشدد جدا، وهذول كلهم متشددين طبعا، ولكن حميد الرسائي خرجوه من القائمة. ولكن الآن يعني من غدا، من بعد غدا، أنا أظن بأن الإصلاحيون بده ينتهي في إيران، لأن الأزمة الاقتصادية والسياسية جدا 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 مشكلة كبيرة للثورة الإسلامية وللمرشد علي خامنئي، فلذلك هم ركزوا وخططوا حتى الآن بأن التيار الإصلاحي سيموت. نعم يعني فعلا هذا السؤال المطروح في ظل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين، هل ستشهد هذه الانتخابات انقلابا على التيار الإصلاحي في إيران؟ طبعا أقول لكم شيئا هام جدا. أعلن الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي بأنه سيشارك في الانتخابات غدا، لكنه لا يضم أي من قوائم إصلاحية. هذا هام جدا، لأن خاتمي ما بده يتابع إصلاحيون، لأنه يعرف بأن علي خامنئي بده الحكم المطلق، يعني من بعد غدا في إيران بيكون الحكم المطلق. وتعرف لماذا أستاذ سياد؟ نعم. لأن الإيران رجال الدين هم يريدون الحرب حاليا، هم يريدون الحكم مطلق، بدو الدكتاتورية تماما، ما بدو جناحين، بدو جناح واحد وحرس. لكن مع ذلك هناك تخوف وقلق، هناك تخوف وقلق شديدان لدى السلطات في إيران من نتائج هذه الانتخابات أو حتى من عدم المشاركة وتدني نسبة المشاركة في أوساط الإيرانيين. مضبوط وصحيح. هم يعني وزارة الداخلية الإيرانية قال بأن عدد المشاركين بده يكون ممكن 30%، 40%، ما في مشكلة. هم يريدون أن يأخذ كل السلطة، لأن الاختلاف بين الجناحين من النظام كان هام جدا. فلذلك حسن روحاني وتياره سيواجه مجلسا يسيطر عليه مخالفونه والذين يريدون عزله وطبعا محاكمة حسن روحاني. فلذلك هام جدا. طبعا إيران بده يفتح باب جديد من ديكتاتورية. نعم وصلت الفكرة. نعم خط المرشد. السيد دافيد عباس المعارض الإيراني شكرا لك. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن 19 طفلا قتلوا خلال هجوم السبت الماضي في محافظة الجوف شمال اليمن، وقتل 31 مدنيا على الأقل السبت الماضي في غارات جوية في اليمن بعد يوم من سقوط طائرة مقاتلة تابعة للتحالف العسكري بقيادة الرياض ضد الحوثيين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن إيران تواصل إمداد الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة في انتهاك لالتزاماتها الدولية
على حد قوله. وأظهر متحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي أظهر صورا لأسلحة إيرانية قال إنها جزء من شحنتين ضبطتهما القوات الأمريكية في غضون أقل من 3 أشهر، متهما فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بإرسال هذه الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن. مشاهدين، النشرة مستمرة وتشاهدون فيها بعد دقائق. مقتل 9 أشخاص في هجومين على يد يميني متطرف في ألمانيا، وميركل تؤكد أن المنفذ له دوافع عنصرية. إرجاء لقاء الحراك اليوم في الجزائر لعدم الحصول على إذن، وعبد المجيد تبون يقول إن الحراك الشعبي حصل على ما يريده. واليابان تعلن وفاة 2 بفيروس كورونا وإصابة مسؤولين من الحكومة، وعدد الإصابات يتراجع في الصين.